تفضل. بعض الأئمة في صلاة الفجر يبكون. يكون يبكي الإمام. يبكي أم يتباكى؟ يبكي. نعم. طيب. في بعض المرات على القراءة يقف، في بعض المرات على التكبير، لذلك يصير في ضج من المصلين بعد الصلاة. ما رأيك؟ والله ما ايش رأيي؟ إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا. خشوعا. نعم. هو خشوعا الإنسان اللي أنا بصلي وراه وبيبكي حقا إنه خشوعا في صلاة الفجر. فالحمد لله. ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء ومن الأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للراوي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان له أزيز كأزيز مرجل عليه السلام، كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز مرجل لما يغني. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه، أما إذا كان لا سمح الله رياء هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت يبكي أم يتباكى، فإذا كان يبكي فهنيا له الحمد لله. طيب شو في عندك؟